لا شوف. طيب وبعدين يعني انا لاحظت انه استاذنك نرجع طبعا للمؤتمر ودي كلمه وزير خارجيه النرويج. النرويج I visited Gaza in early September to survey the fallout on the ground. وذلك لكي ارى واطلع على الارض على الوضع في ارض الواقع. في الواقع كان حجم الدمار كبيرا وهذه الصور لا تزال في مخيلتي وفي ذاكرتي. واود ان اركز على بعض النقاط. اولا فان اخر جوله من الحرب في غزه ابرزت أهمية أن يتم وقف العنف والعودة إلى الوضع القائم ليس خيارا مقبولا. ولهذا في شهر يونيو تم الدعوة إلى مؤتمر دولي من أجل مخاطبة المجتمع الدولي لمناقشة الوضع في غزة. وأيضا يتعين علينا أن نجد معادلة جديدة للتعامل مع الوضع في غزة. وفي الواقع يجب أن نصل إلى توافق دولي ولا يتم الرجوع عنه أبدا. اليوم هو فرصة كبيرة التي إذا ما أضعناها قد تضيع إلى الأبد. ومن أجل المضي قدما إلى الأمام يجب أن نقرأ ما لدى كلا الجانبين لكي نتأكد من أن من فقدوا أحبائهم لم يقدموا دون طائل. في الواقع إن الجميع ينتظر أياما أفضل. إنه من المفهوم Taxpayers alike are asking why donor countries should once again pick up the bill for rebuilding what warring parties have torn down. In the same way, donor country authorities are justified in questioning the unsatisfactory basis on which to pledge their support. These are indeed legitimate questions in the absence of agreement on a lasting ceasefire and some التي تحتاج إلى وقف الإطلاق النار وأيضا إطلاق سياسي. والإجابة على هذه الأسئلة لا تزال كما هي. في الواقع لا يتعين علينا أن ننتظر لتحالف المجتمع الدولي فإن Or may not produce the desired outcome. Letting Gaza fester while leaving the parties to their own devices is the surest way of setting ourselves up for another round of war a year or two down the road. Having said that, let me be absolutely clear. This is not an invitation to take the entire commitment of donors for granted, nor should it encourage any الدول المانحة مسلم به. وأيضا يجب أن يستمر التفاوض بين الفصائل الفلسطينية والإسرائيلية بوساطة مصر. في الواقع عدم وجود إطار سياسي هو أمر ملح. ورسالتنا إلى كل الأطراف المعنية أنه لا يوجد وقت أكثر لنفقده. في الواقع إن ما حدث في محادثات السلام هذا العام والحرب في غزة جعل الإسرائيليين والفلسطينيين في مفترق الطرق. وفي الواقع لا نحتاج إلى أن نعود بالأمور إلى الوراء. وقد حان الوقت لكي يكون لدينا مسار جديد للخطوات المستقبلية. وفي الواقع يجب أن يكون هناك إعادة إحياء لهذه المحادثات بالأخذ بعين الاعتبار الفشل الاستراتيجي بشكل يؤدي إلى تحقيق الرخاء لكلا الشعبين بشكل متساوي. ولهذا العام الماضي تمت الشهر الماضي تم الترحيب بالآلية الدولية التي قابلتها الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية. ولهذا أيضا النرويج مستعدة لكي تطلع بمسؤولية كبيرة في هذه الآلية وميزانيتها المتوقعة. في 2014 كان هناك 20 مليون دولار قدمتها النرويج إلى الشعب الفلسطيني وهو يصل بإجمالي التعهدات النرويجية إلى مزيد عن 100 مليون دولار. وننوي أن نستمر في دعمنا ومساندتنا على أعلى مستوى. ويتم بالطبع إعطاء الأولوية لهذه الآلية الدولية لأنها حتى الآن هي الطريقة الوحيدة ذات الجدوى التي ستؤدي إلى إدخال المواد المطلوبة
المطلوبة للقيام بإعادة الإعمار على مستوى ونطاق واسع، وهذا سوف يساعد على إعادة حركة الغاز والكهرباء وغيرها من الأنشطة الحيوية. وفي النهاية فإن القطاع الخاص أيضا يجب أن يكون مشتركا في عملية تحويل الغاز والمواد البترولية من أجل أن يطلع بمشروعات تسعى إلى إعادة إعمار غزة، وهذا يجب أن يحدث عن طريق السماح لرواد المشروعات والقطاع الخاص في فلسطين بالدخول في مشروعات بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي يجب أن يكون هناك أنشطة اقتصادية ذات فعالية لمساعدة السلطة الفلسطينية على أن تبتعد عن الاعتماد بشكل كلي على الدول المانحة. يجب على شعب وأهل غزة أن يسعوا إلى تحقيق حلمهم بأن يكون لديهم دولة مستقلة مستقبلية. في الواقع لكي نحقق تغييرا في غزة فهذا يستدعي ليس فقط تغييرا استراتيجيا في السياسة الإسرائيلية، ولكن يجب أن يكون هناك سلطة فلسطينية فعالة. في اجتماع الشهر الماضي تم دعوة كل الفصائل الفلسطينية لكي يسهلوا استئناف الحكومة الفلسطينية. وفي النهاية البعض قد يقول أن هناك حاجة إلى أن يتم تضمين غزة تحت سلطة واحدة موحدة. إن الدول المانحة الدولية تطالب بهذا، وقد يرى البعض أن هذا الأمر أمرا مبالغا فيه، ولكن أقول أننا لا يجب أن نقف عند هذا الأمر، ولكن في الواقع أننا نرى إعادة تعمير غزة كجزء لا يتجزأ من تحقيق رؤية حل الدولتين، فإننا نجد أنه من الحتمي أن نساعد أهل غزة. وأيضا نحن نسعى إلى أن يكون هناك أسباب استراتيجية وسياسية من وراء هذه المساعدة، فإننا لا نسعى إلى ألا يكون هناك حل لمسألة الدولتين وما إلى ذلك. إن غزة يجب أن تكون جزءا من الحل، ومجهوداتنا هنا يجب أن تمهد الطريق لكي يكون هناك مفاوضات حول رؤية الدولتين نهائية. في بروكسل هذا الربيع سوف يكون هناك اجتماع وسوف نقيس فيه التقدم الذي تم إحرازه على مدار الستة أشهر المقبلة. شكرا جزيلا.